أذهب بهذا الأمر إلى ضيف الكريم من الولايات المتحدة السيد نعمان أبو عيسى. سيد نعمان، هناك سؤال يشغل بالي بالتأكيد ويشغل بال كثير من أهل المنطقة في الشرق الأوسط. ألا تخشى الولايات المتحدة على مصالحها في الوطن العربي، في الدول الإسلامية، بهذا الدعم اللامحدود لإسرائيل الذي ظهر مؤخراً؟ نعم، أمريكا مهتمة بالرأي العام في المنطقة، ولكنها مهتمة أكثر بإسرائيل. فكما ذكروا الضيوف السابقين أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر، وأن إسرائيل فقدت توازنها في 7 أكتوبر، وأمريكا لن تتخلى عن إسرائيل كخاسرة، وإنما تريد لإسرائيل أن تعيد توازنها. وإسرائيل تضرب بدون رادع الآن لشفاء غلها ولإعادة توازنها. أن الشعب الإسرائيلي ما زال يشعر بالخسارة الكبيرة التي حصل عليها في الأيام الأولى من حرب 7 أكتوبر، والآن تحاول إسرائيل أن تريد الثقة من شعبها بالحكومة الخائبة التي يترأسها نتنياهو. والرئيس نتنياهو بنفسه لم يكن راضين عليه من البيت الأبيض، ولم الرئيس بايدن لم يستدعيه إلى البيت الأبيض حتى هذه اللحظة، واجتمع به في خارج نطاق يعني واشنطن في نيويورك، لأنه لا يريد أن يعطيه الضوء الأخضر والموافقة على تصرفاته في موقفه من تحييد المحكمة في إسرائيل. وهذا ما يريده. ما تفسيرك لهذا الأمر؟ عدم الرضا في البداية ثم انقلاب الأمر إلى كامل الرضا على نتنياهو؟ إنه ليس كامل الرضا، وإنه شعرت أمريكا أن إسرائيل مهددة، وأنها لا ترضى عن تهديد إسرائيل، وأنها تريد إسرائيل الاستمرار، فإن وجود إسرائيل قد هدد، ولذلك تدخلت أمريكا عسكريا دبلوماسيا وعلى مستوى رئاسة الجمهورية. إن هذا الأمر هز الكيان الإسرائيلي بشكل مفاجئ، وإنه أيضا هز التوازن الأمريكي، لأن أمريكا تفاجأت بهذا الهجوم الصاعق على إسرائيل، ولم تكن تحسب له بحساب، والآن تحاول أن تجمع أوراقها للرد على ما بعد هذه الحرب.